الله عز وجل يقول لهم: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. اسمعوا تمعن: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. ختم الآية بماذا؟ أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون.